أن مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد. في سنة 2015 صدر كتاب حمل عنوان كنز الصحراء، إنقاذ أمة وأملها في التنمية الديمقراطية وتحديات الدولة بالعلوم الأمنية والتشريعية في ظل الأخ الرئيس محمد ولي عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من تأليف صالح الدين سيدي محمد صالح الدين. كانت توطيئته المواد 8 9 10 من الدستور الموريتاني، ثم صدره بالسيرة الذاتية للرئيس محمد عبد العزيز، أهدى بعدها إلى الشارع الثقافي الموريتاني فخره بمؤلفه. بعد ذلك قدم لكتابه المذكور ثم فصصه في 9 فصول، ختم بعدها ووصى. وهو على أي حال ضيف حلقة اليوم من برنامج المشهد. أهلا بكم جميعا إلى وقائع المشهد. أهلا بك سيدي. ولنا تحديث الدولة، يعطيك العافية، كنز الصحراء، إنقاذ أمة وأملها في التنمية الديمقراطية وتحديث الدولة. ليس تحدي الدولة، وإنما هو تحديث للدولة. وتحديث الدولة يعني. طيب، في بداية سيد صالح الدين، يعني كيف اخترتم عنوان هذا الكتاب؟ في الحقيقة احنا نعتبر على أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية اللي تنضوي عليه كنوز كلها، وكل ما اكتشف من كنز من هذه الكنوز اللي هي نفتخر به. ومن خلال مراقبتنا للساحة طيلة السنوات الماضية اكتشفنا فعلا كنز للصحراء، هو ابن من أبناء ذا البلد، وأطلقناها على هذا رمز الجمهورية الإسلامية الأخ الرئيس محمد بن عبد العزيز. ثم محتويات الكتاب فهي نعتبروها بأنها جزء من تلك الكنوز، لأنها يعني هي دواعي لاختيار العنوان هي هذه. إيه، تعتبر أن الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز هو أحد كنوز هذه الأرض وكنوز الصحراء كما قلتم في هذا الكتاب. ليس هو في حد ذاته فحسب، وإنما نعتبره بأن كل فرد من أفراد الشعب الموريتاني فهو كنز من كنوزها. إلا أنه هو ظهر أنه تولى السلطة والثروة والسلاح، وفي الحق بالنسبة لنا اكتشفنا أنه الفات من مشواره رجل رشيد على ذي الأمة اللي هي، وعلى أنه في الحقيقة يحق لنا على يعني لقبه بكنز الصحراء، وأن نملي نشدوا على يده من خلال على ان نأملوا فيه بانه قيادته ما زالت صالحه للبلد، وراجعين بان يتفهموا التوفيق. يعني ماذا تقصد حين تقول انقاذ امه واملها؟ احنا في الحقيقه بالنسبه لنا انقاذنا من بعباره اخرى، انقاذها من ماذا واملها في ماذا؟ ايه، انقاذها من 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 مخلفات الماضي، وأملها في التنمية الديمقراطية اللي هي حقيقة الأمرية. الهدف المنشود للعالم كامل بحذافره، وبالتالي على أن نحن نعتبره على أن نعود دولة ديمقراطية حقيقية نتماشى متطلبات الإنسان من مأكل، ملبس، مشرب، مركب إلى غير ذلك، مأمن في الحقيقة بالنسبة لنا. آملين فعلا أنه هذه الأمور تحقق منها الكثير، ونأملوا فعلا إخواننا كاملين بصفة عمومية على أنهم يتفهموا ذي العملية ذي وعنهم يعرفوا عن العالم كله، على أنه يطلع علينا بحكم مكانتنا الدينية والأخلاقية والخلقية والقيمية. طيب، حتى أنا ابتعدت كثيرا عن الموضوع ونستثمر الوقت. يعني طيب، يعني أنت وضح لنا الأمل الذي تقصده، لكن الآن لإنقاذ أمة من مخلفات الماضي، يعني ما هي المخلفات التي تعتقد أنها كانت ستودي بنا وأنقذنا منها رئيس الجمهورية؟ مخلفات الماضي كانت تكمن في الصحراء اللي كنا نعيش فيها، اللي في الحقيقة بالنسبة لها ينقصها كثير من المواد المدنية. صحراء بمعنى؟ بمعنى عنك أن نعيش في الريف كاملين، وقرفنا الجفاف وجابنا للمدينة، والمدينة كيف تعرف
عنها لا بد لها من الكهرباء، ولا بد لها من المياه، ولا بد لها من التمدرس، ولا بد لها من الصحة، ولا بد لها من رعاية اجتماعية. وهذه في يعني الحقيقة كل هذا حصل عند مجيئه، قبل ذلك كنا في صحراء وليست هناك مدن ولا كهرباء هم ولا ماء مدن ولا أي هم شيء. مدن ولكن ينقصها بعض من هذه الأمور اللي هي، وحصل منه الكثير، وما زلنا مولينا نطالبوا بالمزيد، نطالبوا أكثر من ذبيه اللي في الحقيقة بالنسبة له لا يكفي به، اللي الناس ما زالت فيها الشيء في الريف حقيقة الأمر. ونحن قاع في الحقيقة بالنسبة لنا ما كان يندار بعلنا نعود دولة، احنا الجفاف هو اللي جعل منا دولة حقيقة الأمر، به اللي المستعمر ما كان يختار بعلنا تخلي بهم دولة قوية ذات سيادة أمنية وأخلاقية وتجارية واقتصادية. طيب إلى يعني غير تلك نقطة أخرى يعني فيها أيضا هي أخرى جدل كبير بين المؤلفين، لأن السيد صلاح الدين يعني لماذا اخترت المادة 8 و9 و10 من الدستور في توطئة كتابك؟ في الحقيقة نجبر على أن هذه المواد على أنها من يا الله تجدد على المواطن، بعلن الدستور على أنه يكفل دي الحقوق اللي ناص عليها هذه المواد اللي هي لكل مواطن، واحنا اظهرناها في الكتاب حقيقة الامر، عدلناها توطيئة لو فياك على ان الناس تهتم بقراءة الدستور، به اللي الكثير من الناس يسمع كلمة الدستور يقير ما يعرف معنى الدستور ولا هو مهتم بقراءته، وناس مثلا هامها تشارك في اللعبة الديمقراطية لا بد لها من تعرف الدستور، ولا بد لها من تقنن، ولا بد لها اللي يتكلم عنه تعود تعرفه بها اللي في الحق. يعني هي المادة 8 تتكلم عن الرمز الوطني العلم والنجمة، والمادة 9 تتحدث عن شعار الجمهورية، والمادة 10 هي تضمن تتحدث عن ضمان دولة لكافة المواطنين الحريات العمومية. وهل هذه ترى المواد الثلاثة. وهل ترى أنت بعلن أن الناس كاملة بعلنها تعرف معنى العلم الوطني والنشيد الوطني والختم الوطني، الناس ما هي مستوية في المعرفة؟ من يا الله تعلم له، ومن يا الله تقرا، ومن يا الله يبين له. انتم تعتقدون ان الشعب الموريتاني لا يعرف معنى هذه الرموز التي واكبها منذ 60 سنة؟ لا 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 لا، الشعب الموريتاني ذكي الى اقصى درجه ويعرف معنى هذا، يقير في الحقيقه يعرف لا ذلي سنوا ذي القوانين اللي هي، يعرفوا لا ذي الناس اللي قرات، الناس ياسر منها ما قرا، الناس ياسر منها ما اهتم بالقرايه، الناس ياسر منها كان عايش على اذناب الضأن والابل ويتبع الصحراء ولا هو مهتم بالدوله. ينبغي اليوم للاساتذه والمثقفين والنخبه بعلنها انها تطلع الناس بدلا من يشوفوها روسها في الانغماس في تعدال الدنيا، يشوف هذا الشعب اللي هو اللي حقته الامر في الرمال، حقته الامر من يا الله تبرمج له حلقات وزيارات واذاعات ريفيه تفهموا مفهوم الدوله ومعنى الدوله وقيم الدوله، وتفهموا بعلن ان العالمين اليوم الاسلامي في عالمين صبح، واحد منهم عالم في الجنه وعالم في النار. هل احنا ارشد بينا نقيسوا النار ولا نقيسوا الجنه؟ صاحب النار لا بد له، قال على انه مدفعوا باطه على على على, على منكبه، ولا بد له من يقتل ويفجر وكل شيء عدله. وصاحب الجنه يبقي العداله والانصاف واقرار بالدوله وقيمها واخلاقها واخلاق القران واخلاق السنه، وهذا في الحقيقه بالنسبه له من الله يفهمه العاكف. هذه متطلبات جنه الفردوس عند الله سبحانه وتعالى، وهي تتطلب حتى الحروب احيانا. في الحقيقه الحروب اذا كانت مثلا من اجل الله سبحانه وتعالى او من اجل الوطن، هذا يعني هذا واحد، هذا حق الله يدخل فيها الوطن ويدخل فيها كل شيء. ايه غير الوطن ذاك بخير ومرجيل وخير، الحمد لله ونحن نختاره يعود الله ماشي في ذا المنحة اللي يجروا إلى الجنة، الجنة الدنيوية والجنة الأخروية. طيب بعدالة وبإنصاف. نسأل الله حسن الختام جميعا. طيب ماذا تخبرنا بعرض السيرة الذاتية لرئيس الجمهورية؟ أنت في توطيتك بعد المواد عرضت السيرة الذاتية لرئيس الجمهورية، ماذا الذي تريد أن توصله إلى القارئ؟ شفت السيرة الذاتية بالنسبة لها هو رمز، أصبح جزء من تاريخ موريتانيا. وهذا التاريخ ينبغي له ينكتب كامل، ما من حقه تجي منه روايه اسوى شكلها هو شنو هو ما انكتب. طيب ماذا نفهم من السيرة الذاتية العسكرية بامتياز لفخامة الرئيس التي عرضتها هنا، يعني بدأ عسكريا وانتهى ايضا
مدنيا. مدنيا يعني هو لا ينتهي لا مدنيا به، اللي هو هو في الحقيقه بالنسبه له كيف الرؤساء كاملين بصفه عموميه، بما الولايات المتحده الامريكيه رؤساء كلهم عدا الجيش، وما ما ما رؤساء العالم العربي. لا هناك لا لا تخلط لا تخلط علينا الامور، يعني نحن نفهم ان التجديد الاجباري هناك للشباب يعني مهما كانوا، لكن هو كان يعمل بالجيش، يعني هاي السيره الذاتيه تعطيه جدارة بأن يكون قائدا للجيش بامتياز، يعني لا مراء في هذا، يعني سيرة ذاتية جيدة لقائد جيش، لكن جيش لقائد جيش شعب جيش مدني الجيش ربما جيش من الكثيرون يخالفونك في الرأي. أنا ماني شاك بعلن أن في فرق بين الجيش والمدنيين، يكون وحدين محتفظين على الآخرين مكانتهم الأمنية والاقتصادية، به الجيوش كانت مديورة للقتال، الجيوش اليوم صبحت مديورة للاقتصاد، اللي هذه الدول اللي ما هي موريتاني اللي دائما جيوشها تقبضها الأمم المتحدة، وكل جندي منها واحد دخله أشبه من عائدات سنين، 70 جندي دخلها أشبه من عائدات سنين على الحكومة الموريتانية. ماذا لو كانت لو كانت حنيني شوي لو كانت لا نريد استثمر الوقت، وأيضا لو كانت موريتانيا حققت الأمري عرفت بعلن إن 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 الجيش ان الجيوش على انها صبحت اقتصاديه اكثر من هي قتاليه، اللي هو ما فهم قاع قتال في الحق بالنسبه لهم، يا الله يخلق اكثر من 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 القتال يعني كل هذه الحروب في العالم، هذه الحروب جيش امريكا في كل مكان في هذا نتيجه الاعلان امريكا نتيجه لان امريكا وصلت لدرجه من التكنولوجيا حص ذا اللي كامل عدلت عدلته في السلاح. طيب عدلت بعد امريكا نعود الى جيش موريتانيا، عاد دور تبيع حاله تبيع بها سلاحها، وهي والروس والدول العظمى كامله بصفه عموميه، والشعوب هي ليست الموضوع، والشعوب واضح النائمه حنين. الان نعود الى جيش موريتانيا، يعني نحن قلت لك ان الرئيس الموريتاني يعني عسكري بامتياز، حتى قائد تعتقد حتى ان القائد مدني العسكري بامتياز مدني يستطيع ان يقود القياده. والاخ الرئيس قائدا عظيما بنى وشيد وحمى حمى الحريه واخلى السجون. طيب بارك الله فيك، يعني ماذا بنى؟ ما هي اهم انجازات الرئيس الان في موريتانيا المرئيه؟ هو ثبت بعلن موريتانيا على انها دوله تريد السلام، ولم تكن كذلك قبله. لا بالعكس، هي كانت كذلك، ما احنا ما قطينا عدنا ندور ويكون السلام يا غير مملي. السلام في ظل الحروب، ما كان فهم حرب سابق، هو ما كانت حروب موجوده في ذا العالم اللي دوه، وبالتالي بعلن ان مع مجيئه هو والله قبله بشويه خلقت الحروب اللي هي، وبالتالي بعلن احنا كنا نقدو جيوشنا المشوه للسعوديه تقاتل فيها، والمشوه لكل بلد تقاتل فيها، احنا مشينا جيوش من خلال الجيوش اللي مشات قايس سنتر افريك على انها من اجل السلام، وهذه دوله افريقيه كيفتنا حققت الامر، وبالتالي ما فهم شيء يجعلنا بعلنا ان ما ساهموا فيها، به اللي في الحقيقه هم اخواننا وفصلوا فينا وساعدناهم. طيب وهذا وراجين ان شاء الله عنك المساعده على انها تفضي الى خير. سوف نعود الى نبتعد، لا نريد ان نبتعد كثيرا عن الموضوع حديث الشجون، ولا نريد ان نبتعد كثيرا. ماشي. طيب يعني رئيس الجمهورية الذي يعني كما هو واضح من الكتاب كنز الصحراء، وتعتبره رمز كبير جدا، يعني ربما وإنقاذ أمة وأملها أيضا، يعني شبهته يعني شبه ما يكون بالأرماغادون والإكس مان، الرجال الخارقون، يعني رجل خارق. نحن لا نعارض هذا الكلام، لكن ما الذي يجعله كذلك؟ ما هي الإنجازات الحقيقية الملموسة التي يجدها صاحب العربة وبائع الفحم والموزع والمواطن البسيط والموظف والمعلم والأستاذ، يعني الشعب، كيف الشعب البسيط الذي قد لا يفكر بطريقة أكاديمية وقد لا يفهم النتائج طيب العملاقة والمعنوية، لكن يفهم شيء ملموس يحصل عليه. هذه الخلطة اللي ذكرت، ماذا قدم لهم؟ هذه الخلطة اللي ذكرت في نظري على أنه أخير هو قاع منه، به اللي هو هذا خلقه في عصر ما فيه لا هي الفكرة، ما أريد به كلمة يعني نكون رجل ننتقل إنقاذ أم، يعني رجل خارق. هو خارق به اللي حد استطاع بعد أنه فترة وجيزة يعدل يربط ما بين المدن فيما بينها بالطرق وبالإنارة
وبالمياه وفي نفس الوقت يحافظ للمجتمع على قيمه ويعطيه من الحرية اللي في الحقيقة بالنسبة له ما ينبغي لها يعود الحرية سقف السماء. الحرية ينبغي أنها يعود سقف الأخلاق والخلق والقيم والعمل. والعمل في الحقيقة بالنسبة له لا بد له من ناس كاملة تشتغل. ما هو لا طيب. أصحاب العربات ليش ما يدخلوا ما يطالبوا بعلنهم أنهم يقرأوا؟ ليش ما يقبلوا بعلنهم ما يوقفوا؟ طيب. ما يوقفوا حنيني ما يوقفوا عند أصحاب القرار ويقولوا بعلنهم ويقولوا بعلنهم أنهم توزع لهم الثروة؟ ليش النخبة اللي قابنا ذو ما هو الرئيس وحده؟ الرئيس طيب. معاه 400 ولا 500 من الرجال. سنتوقف عند النقطة وسأعود إليك، لكن سأخذ فاصل قصير فقط ثم نعود لنقاش الموضوع. سيدي صالح الدين، سيدي محمد صالح الدين ضيفنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، فاصل ثم نواصل. أبو بكر والإمام لقناة المرابطون كنكوصة. أداه يعقوب، قناة المرابطون منطقة العطب. محمد فاول الشيخ، قناة المرابطون الزويرع. محفوظ السالك، المرابطون مقاطعة قيرو. محمد عبد الرحيم، قناة المرابطون أمور. محمد التدة، قناة المرابطون نواذيبو. منطقة القميزة قرب الحدود الموريتانية. شنقيط. تام شقط. مدينة النعمة. جوجت. مجددا مشاهدينا الكرام اينما كنتم، نعود الى ضيفنا صالح الدين، سيدي محمد صالح الدين، مؤلف كتاب كنز الصحراء، انقاذ امه واملها في التنميه الديمقراطيه وتحديث الدوله بالعلوم الامنيه والتشريعيه في ظل الاخ الرئيس محمد عبد العزيز رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. هذا هو الكتاب. اذا سيدي مجددا ارحب بك. يعني في الكتاب من 9 فصول، ما الدلاله؟ هو الكتاب يعالج الانجازات اللي خلقت في تاريخ الاخ الرئيس محمد بن عبد العزيز، ثم يريد الكاتب بعلنه انه يطرح مسائل في نظري بعلنها انها مسائل مطلوبه في ذا العصر، اللي هي العلوم الامنيه وتحديث العلوم التشريعيه. وبالتالي بعلن هذه لابد لها من اكاديميات يدخلوها خريجي الجامعات اللي عندنا، فياك على انهم يحافظوا على مجتمعهم من الضياع، وياك يفهموا الناس اللي ما درست بعلن ان من الضروري للناس على انها تتجه تسلح بسلاح العلم، اللي هذا يعتبر سلاح يغير ما يقتل، يغير يرقي، ينمي الافكار وينمي العقول ويبين للاخرين متطلباتهم. هذه الشعوب اللي ذكرتوا بعلنها انها في العربات، وعن هذه نحن نختاروها، ما تعود متمكنه من عربات، نحن نختاروها تعود تسوق الطيار. نحن نختاروها الشغل، هي مشكلتها ما هو الشغل في الحقيقه. في نظرنا اصحاب العربات في معهدين عندهم شهادات عليا جامعيه، وفي معهدين في نظرنا شهادات في نظرنا يعني اصحاب في نظرنا بعلن 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 فم امرين يعني مشكلته ما هي القراية. فم امرين نحن واحد منهم، احنا مفروض علينا ما نقدر نهربوا منه. الواقع الاقتصادي الدولي المنهار هذا نحن ما نمسبين فيه، هذا مسبين فيه الناس اللي يصنعوا القرارات الدولية. طيب هذا وضع يعني طارئ. واحدة احنا واحد نحن مساهمين فيه، اللي هو عدم عقلانية اللي يجري في البلد. كيف يعني؟ معاك فيه بعلن ان 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 فيه تجاوز في الاقتصاد، يجعل الاقتصاد بعلن انه
يعود في خطر. نحن حتى لأننا نعرف النقطة اللي تخص بنا احنا نعرف فهمنا الظروف العالمية نعرفه. احنا عندنا عدة رئاسيات داخل بلدنا، عندك رئيس مجلس الشيوخ، عندك رئيس المجلس الاقتصادي، عندك رئيس مجلس يعني هذه مفاصل، هذه عندك رؤساء مجالس الادارات الاداريه، عندنا السلطه التشريعيه وما حوت وسلطه هذه الرئاسيات كامله من يا الله كل حد منها الى تلله نعطاله مرتب نعطاله حسب اللي تعطيه الوظيفه العموميه اللي ترد فيها، تعطيه على يا غير ما تعطيه خلاص يتجاوز 700 الف جنيه، وبالتالي بعلن ان فم سياره وفم امتيازات امتيازات كبيره. طيب تجعلوا من يعطي هذه الامتيازات؟ هذه الامتيازات اللي هي طالبين من الاخ الرئيس وحكومته بعلنهم يعدلوا جلسه استعجاليه لها فياك على هذه الاموال. طيب اللي بهذا في الحقيقه مهدوره، واضح بعلنها انها تعدل بها مصانع وطنيه وتشغل فيها هذه الناس اللي رايه فيها بعلنها انها انها انها, إنها مهمله. طيب ما هي مهمله. طيب هي معطيه لها حريه بعلنها تعدل ذاك اللي تبقي تعدل يا غير مجبور. وفي نظرنا بعلن هذه الحريه اللي هي بالنسبه لها عادت اكثر من من اكثر من من من, من, من هي حريه عادت تجاعل المواطن على انه يعود في خطر حقته الامر، وبالتالي نختاروا المصانع. طيب المصانع تعدل في مجال النسيج، في مجال صناعه الحجاره، في مجال الترقية الزراعية، مجالات كثيرة هذا، في مجال الصحة، في مجال الغذاء، هذا الملك اللي سمعته وتشغل فيها الناس، وبالتالي طيب سيدي لا تضيع الوقت، ماشي نقاط كثيرة جدا ماشي. يعني أنت تحدثت عن هذه النقطة العلوات والسيارات وهذه، تطالب الرئيس بأنه بأن ينتبه لهذه وأن يعني أن يوجهها إلى أشياء أخرى. يعني أنت قلت بأن الرئيس منقذ الأمة وأمل الشعب، والآن تطلب منه أن يزيل هذا المظهر الذي لا يمكن أن يحصل دون موافقته كرئيس للدولة الذي يملك كل السلطات، لا تجد في هذا تناقض مع حتى العنوان الذي وصفته به؟ لا هذه القضية تحدث عن مظهر الفساد في عصره، وأنت تقول لا بأنه رجل هذا فساد هذا فساد خلق في تاريخ ماضي، لكنه لم يغيره يعني وكان بالنسبه له يلو غيره ينقال بعلنه انه ديكتاتوري، وهذا ما جعله خارقا اذا ايه، وبالتالي بعلنه ذي الفتره ضركات اللي ذا هي مطلوب نتيجه لهبوط الحديد ونتيجه لهبوط النحاس ونتيجه لهبوط سعر السمك، بعلن ان تعاد هيكله جديده تتماشى ومتطلباتنا وتتماشى وحدود اقتصادنا به اللي في الحقيقة بالنسبة لنا إلى اللي ما عدلنا ذي العملية اللي هي لا قدر الله نقدو ما نواكبوا العملية به اللي في الحقيقة الدول المانحة اللي أصلا تساعدنا في الأمور اللي هي كلها عنده مشكلة زاد هو يعاني منها، وبالتالي بعلنا شايفين بعلنا أن من الضروري أن نعدلوا سياسة تقشف يعودوا فيها المجموعات كاملة بصفة عمومية اللي هم رجال الأعمال في الداخل وفي الخارج تعنيهم ذي العملية اللي هي هم زاد مولي، بحيث بعلن أن دولتنا دحين يعني أنت كل شيء يجب على المواطنين أن يدرسوا وأن يتعلموا وأن كذا 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 وأن يساهموا. طيب يجب على رجال الأعمال أن يستثمروا ويفعلوا وكذا وكذا وكذا، نحن نوافق على هذا. يعني حتى الآن كل المسؤولية وكل ما ينقص يجب علينا نحن أن نفعله. يعني ما الذي يفعله الرئيس إذن؟ أنت لم تطلب منه أن يفعل شيء، أنا طلبت منه ولم تحمله حتى أي مسؤولية، مسؤولية يتحمل المواطنون لأنهم لا يدرسون ولا يساهمون وكذا وكذا، ويتحمل رجال الأعمال لأنهم لا يستثمرون. إذن الرئيس يعني أنا طلبت من السيد الرئيس على أنه يقلص الحكومة، لا تنسى تحدثت عن علاوات الرئيس يأخذ ما يزيد على 7 ملايين كراتب، بينما هناك رواتب في موريتانيا في سميك يعني يصل إلى 30,000 أوقية للمعلم راتب أساسي. شوف يعني شوف لا اعرف بالضبط هذا كامل مطلوب بعلنه الينا الى اعلنه يناقش ويعدل فيها القوانين على انها تنسن من جديد تعاد هيكله. اذا هذا يعني الفساد لا زال موجودا واحده. شوف هذا الدستور اللي عندنا معدل في تونس، وكان والرئيس هو اللي يتنازل عن جانب من صلاحياته للوزير، والوزير يتنازل عن جانب من صلاحياته للوالي والحاكم إلى غير ذلك، وهذه السلطات كاملة كلها تمثل رئيس الجمهورية. اليوم هذا الدستور اللي هو نبغوه يغير، أياك على أن السلطات كاملة مديورة للشعب،
تخدم الشعب، ما تخدم ذاتها، هي السلطات تركاتي تخدم ذاتها هي، ما تخدم المواطن. الرئيس هو اللي مستعد بعلن انه يخدم الناس وشاهها بليداتها وسوى لها عن اللي تدور. يا لو كانت اللي تعرف بعلن ان القانون بيصيف ضركاتي اللي هي تقول له بعلن انه يقلع عن هذا القانون اللي هو به اللي هذا القانون ما في صالح الشعب الموريتاني، كان الصالح وذيك الساعة به اللي المستعمر، به اللي المستعمر اختار رئيسه وزبانيته منه هو. اليوم هذه الحكومة اللي هي ما فيها حد يسوى هو من هو ما هو مواطن. طيب هل يدرك فخامة الرئيس وبالتالي فخامة الرئيس ان هذا الدستور فيها في هذا الخلل؟ أه؟ هل يدرك فخامة الرئيس أن الدستور في هذا الخلل كما تقول؟ هي الرئيس بالنسبة له يأتي ويذهب، لكن الرئيس الحالي حنيني هو عن كنز الصحراء الذي كنز تقصد الصحراء به محمد كنز عبد العزيز. الصحراء كنز الصحراء لعلمك يامس في ذلك الكونسيل الماضي اللي ده هو جاب له وزير المالية وبعض من معاوني بعلن أن من يالله تنقل علاوة المعلي ووافقوا عليها كاملين وجايبينها له وقدموها له. الرئيس قال لهم بعلن أن هذا كانوا موجود في السنغال والله موجود في مالي للدول المجاوره والله موجود في المغرب. قالوا له لا، قالوا احنا ما نقدر نعدل شيء، ما عدلت الدول المجاوره لنا. اذا هو هنا يعني هو حكم، هو ستان اربيتر به اللي العمليه عمليته ويا غير. بعد نقدر نقول لك في الحاله وركاتب على انه الى اللي ما اشتمر مع رسول هي تعدل له عمليه الفي اللي يساد به. اذا يعني هو الهن يعني انت تناقض العنوان، يعني هو رئيس وهو العمال يقومون بالشيء ضد رغبته، اذا هو ليس حتى لا يضبط حتى عماله الذين عينهم هو نفسه، يعني هذا ما تقوله انت الان. هو قالوا هم بعلنهم الصلاحيات اللي موجوده عندهم بعلنها انها ما هي كامله، في نفس الوقت اللي هم عندهم صلاحيات تامه بصفه عموميه وهو اعطاها لهم، وبالتالي احنا الين عادوا ما هم قادرين يشتغلوا معاها في الطريقه اللي هي نختاروا نغيرهم بعض واحدين ثاني. طيب هذا الملك اللي سمعته به اللي هما شايفينهم رؤوسهم، كل واحد منهم منين يجي لا يبني نفسه، اللي يشري الاوتلات واللي يشري الفنادق واللي يشري السيارات واللي يشري الديار عندك على النهايه. هذا ركات الديار اللي مجدف تفرق زينه. في النهايه هو ولي الامر وهو الرئيس وهو الذي يعينهم ويمكنه ان يعين اشخاص اخرين. هذا حق يكفل الدستور، هذا حق كافل الدستور. لا لكن في النهاية هو إذا رأى شخص أفسد أو غير مشبوه له الحق في أن يزيله أو يقدمه حتى للمحاكمة. هو رئيس الدولة في النهاية، هو المسؤول، وليس مسؤول فقط أمام الشعب، هو مسؤول قبل ذلك وقبل كل شيء حتى أمام الله هو مسؤول، لأنك لا يمكن أن يأتي إلى ربه ويقول وانت له وانت عينتهم لكنهم لم يعينوني. هذا ليس مبررا. أنت شايف عنه أنه من يالله ذكاتي عدل أكثر من اللي قلنا. احنا قلنا بعلن أنا يا الله يعدل إعادة هيكلة القانون. انا هنا من يسألك، انت من قلت بان هذا الرجل هو كنز الصحراء وهو منقذ أمة وهو املها ايضا في التنمية الديمقراطية وتحديث الدولة وبالعلوم الأمنية والتشريعية في ظل في ظله، هو انه يعني هذا فعلا حق تقريري فصلا كاملا وهو فصل الخامس، نعود اليه الوقت يبدو انه انتهى، بصمات تاريخية خالدة لسيادة رئيس كنز الصحراء انقاذ المؤمنة. الفصل الخامس هو الوحيد الذي ركزت فيه على الرئيس، بقية الفصول كانت ربما مقترحات او شرح وجهات نظر خاصة بك انت في هذا المجال يعني لا تتحدث عنه بالضبط، لكن الفصل الخامس بصمات تاريخية خالدة، يعني ما هي هذه البصمات؟ شوف البصمات تكمن في التخطيط العمراني اللي وجد في نواكشوط، البصمات الخالدة في نواديبو، البصمات الخالدة في الشام. اللي هي شنو؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن خلق مدن. هذا انت ما تجبر بعدين الخلق اللي قرب الجبهة، حنيني بالشور اذا الخلق اللي قرب الجبهة مدينة الشامي وهي مدينة فارغة لا يسكنها احد، حنيني قرب الشور بكت الاحواش وهي مدينة لا يسكنها احد، بقى حي الترحيل من 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 الدار البيضاء الين اموره، ولا نحتاج الى الماء ويشتري حتى بدون ما خير اخير تعطي له رقاج بليده يسكن فيها ولا تخليها مهمل يسكنه مداجن. هو كان اول حق الحق الشعب مداجن البشريه، اليوم انقذها كل حد منها داره بليده. كانت قريبه على الاقل من وسائل النقل والان اصبحت بعيده ولم وسائل النقل وسائل النقل خلق فيها استحداث والنقل اللي ضركاتي نواكشوط كامل بصفه عموميه اللي فيه من الوكالات الوطنيه للنقل الداخلي داخل نواكشوط وخارج نواكشوط ما ادرك ما احسبه. طيب سلط ميكروك وكاميرا. انا واضحه لي الرؤيه الحمد أنا لله يعني أنا اعيش في الشارع نختار نقول هون كلمه. طب في نصف دقيقه لان الوقت انتهى. انا نختار نقول الشعب الموريتاني بعلنه كان شعب مضياف وعنه يتميز ب ب ب, ب كرام الضيف وعنه مقام في ذي الفترة ضركاتي لها يقام مؤتمر الجامعة العربية بعلن خاطر المواطنين كاملين بصفة عمومية بعلنهم أنهم يساهموا
في ضيافه. طيب شكرا لك سيد صالح الدين سيدي محمد الخارج هذا المرك اللي سمعته وطالب من البنك المركزي يعطينا صالح الدين بعد انه يفتح لهم كونت الوقت. شكرا جزيلا لكم كونت الضيافه في المشهد. مشاهدينا الكرام اينما كنتم ناتي الان على ختام حلقه اليوم من المشهد. شكرا لحسن المتابعه. نشكر ضيفنا صالح الدين سيدي محمد صالح الدين صاحب كتاب كنز الصحراء وهذه تحياتي. شكرا لحسن المتابعه. نتمنى ان تكونوا قد استفدتم ثم استمتعتم. الى ان نلتقي مجددا السلام عليكم.